Ciao bella! Ma no! Chi ha fatto questo? Perché? Perché? Chi ha fatto questo? No, no! Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, sì. Ah, aspetta. No, no. Aspetta, sì. Ah, sì. Perfetto, tutto bene, andiamo bella. Ciao. النهاردة معانا الألفا روميو الميتو، بس دي مش ميتو ستوك. كنت عملت ميتو ستوك لو فاكرين زمان على القناة. دي مش ستوك ولا تعرفوا، بتطلع تقريبا 220 بريك هورس باور على العجل الأمامي بس. عربية مجنونة وطايشة، تعال نشوف حكايتها، يلا بينا. بالنسبة لتمن العربية معرفش، 2017 ميتو، بس معمول فيها ابجريدز كتير قوي في العفشة، سوست ومساعدين وتربو أكبر وداون بايب وإير فلتر، فيها شغل كتير، وغير التيون طبعا اللي معمول على الموتور. تعالوا نبتدي بأهم حتة في العربية وكل التعديلات أو غالب التعديلات. أوكي، أنا بقالي سايق العربية دي فترة طويلة جدا. استنوا بقى الدراع. أيوه يا سلام. أوكي، عربية زي ما أنتوا عارفين هنراجعها بسرعة وإحنا بنتكلم كده عليها. أنتوا عارفين إن هي والجراند بونتو مشتركين في حاجات كتير، يعني في ناس بتعتبر العربية دي بونتو عليها بدلة ألفا، ولكن تعال نتكلم على الموتور المالتي اير ال 1400 التربو اللي في العربيه. فيها زي ما انتم شايفين دروب ان فلتر، داون بايب، وفيها التربو الاكبر، هو تربو جاريت اللي بينزل في الجولييتا، وطبعا فيها تيون، ستيج تيون، وكمان فيها اللي هي بادل بوكس اللي هي بتحسن استجابه بدال البنزين، بس يعني ما بتفرقش قوي، ما بتجيبش قوه اكتر. المهم الاجمالي التيون الحالي اللي العربيه دي واصله لها من الستوك بتاعت العربيه دي 134 حصان و206 نيوتن متر عناء الحركه، 6 سرعات الديور كلتش اللي بيدفع العجل الامامي، وفيها ديفرنشال ذكي مفروض، او يعني نص ذكي. هي حاليا واصله ل 190 ويل هورس باور. 190 ويل هورس باور يعني بنتكلم في 220 بريك هورس باور من الموتور، ده رقم كبير. والعزم عشان التربو كبر فبرضه العزم زاد، خدوا بالكم التربو لما بيكبر بيزود العزم، فبنتكلم في 280 نيوتن متر. اوكي، تعالوا بقى نشوف بقيه العربيه واقول لكم ايه تاني اللي معمول فيها. مبدئيا الفيومي مظبوط في الرخصه، عشان كده انا ما عنديش مشكله مع العربيه. تعال نشوف اول حته الكاوتش. الكاوتش العربيه اصلا في السايز كاتيجوري بتاعها اللي بيسموه سوبر ميني، طولها 4 متر اكتر شويه، وقاعه العجلات اكتر شويه من 2 متر ونص. وزنها اللي فيها اكبر موتور، في منها بينزل بموتور اكبر شويه بتهالي اللي هو بيسموها حتى كوادريفوليو، وزنها بتتكلم في 1200، من 1100 ل 1200 كيلو. طيب الكاوتش والسوست، تعالوا شوفوا البروفايل. اولا ده برضو بتاع الجولييتا الجانت ده، وهنا 205 45 17، وعندي بلشتاين وايباخ، بلشتاين مساعدين بلشتاين وسوسات ايباخ ورا وقدام، ولكن المساعد اللي هنا اكبر شويه من اللي ورا عشان يستحمل الوزن الزايد اكتر، غير طبعا الخبطات الفظيعه. ده سليبر، فكل اللي عندهم سليبرز ما بيهتموش بيها قوي. معروفه كويس قوي، يعني العربيه عملناها قبل كده، هنفرجكم عليها من جوه، لكن لذيذه جدا وصغيره، ولكن برضو الطلاينه بيعرفوا يستغلوا كل حاجه في عربياتهم. شوفوا التنسيخه اللي جايه لي من ورا هنا مع خط الازاز الجامد جدا، عربيه 4 متر لكن عرفوا يطلعوا منها حاجه. برضو الكاوتش الخلفي نفس البروفايل بالظبط، 205 45 17. اوكي، من الظهر في كلها ستوك، حتى الشكمان ستوك عشان تبقوا عارفين مفيش اي حاجه فيه.
فيها داون بايب زي ما اتفقنا والتيربو الاكبر، لكن الصوت الشكمان حلو جوه العربيه كمان، او صوت الموتور كمان حلو جوه العربيه. تعال نتفرج عليها من جوه بسرعه قوي، افكركم بيها، افكركم بالعربيه بسرعه جدا. هي تو دور زي ما انتم شايفين، وفيها كنبه ورا نظريا، بس طبعا اللي هيقعد ورا مش هيبقى مرتاح، وانا مش هجرب لكم المساحه الصراحه عشان انا مش مستعد اعمل التضحيه النهارده. انا جاي انبسط بالعربيه البوكيت روكت دي. اوكي، بصوا على الفرش برضو من فوق، عندي العلامة بتاعت ألفا روميو حتى لو كان قماش، والقماش معمول بالتوتون، وفي دعم من الجنب زي ما انتوا شايفين، وكرسي رياضي لحد كبير يعني. من هنا الماتيريالز كلها سوفت، هنا طبعا عندي بلاستيكس، وهنا عندي يو كونكت تمام، وهنا عندي التكييف، استنى، وهنا عندي المودز بتاع الدي ان اي، سيبكم من ده دراجي، وده البوكس الثروتل بوكس، وهو معمول على اقصى حاجه اصلا. ومن هنا استنوا ادور لكم، شايفين من هنا ده الزرار بتاع دي ان اي بتاع الفا كالعاده. لو حطيت حاليا هي في ان، لكن لو جبتها على دي بصوا حصل ايه دلوقتي، ثواني بقى، دي دايناميك، الاي اس سي بقى سبورت، الانجن الكيو 2 ده الديفرنشال، اعتقد الستيرنج كمان، بس استنوا راحت بسرعه قوي، نرجعها في ناتشرال ونرجعها تاني في دايناميك، الستيرنج سبورت، وكمان البريكس الفرامل بتعمل ما يسمى بالبريفيل. ايه البريفيل؟ انها تقرب شويه التيل للطنبور عشان لما تفرمل تبقى الفرامل احد اكتر. ولكن من هنا بلاستيك، فيها حبه تاتشات حلوه برضو، خدوا بالكم طالعين دايما بيهتموا بالحاجات دي. وهنا عندي ناقل الحركه الديول كلتش، عندي مخرج ولاعه، والتكييف اتنين زون، تخيلوا في عربيه صغيره كده اتنين زون، يعني دي حركه حلوه اي منهم. هنا ادي زون وزون، ومعمول ايه، استنوا، هي زون وزون ولا استنوا، لا يكون، لا ده زون، لا لا اتنين زون بيغيروا لوحدهم. لكن انتوا عارفين التكييفات الطلياني برضو مش احسن حاجه، ونطفيه من هنا. تعال نتفرج عليها من الناحيه الثانيه. ومن هنا زي ما انتوا شايفين عندي العجله المالتي فانكشن، وفيها الدرع بتاع الفا برضو العلامة الفا، والحته بتاعت الكنترول بتاعت الميديا والتليفون، وكمان فيها بادل شيفترز من هنا للديو كلتش. عندي من هنا السيطره على الانوار بتاعت العربيه، وعندي هنا مكان صغير، وهنا عندي نقدر نغير اتجاه الدركسيون. اوكي، بيتحرك في كل الاتجاهات، دي حركه كويسه. اما لوحه العدادات اللي قدام الدركسيون فهي التقليديه اللي انا بحبها، وفيها شاشه يا دوب صغيره جدا في النص، فيها شويه بيانات مش وحشه، لكن بحب العدادات دي جدا. كفايه كلام، تعالوا نشوف الكمين الطلياني ده عامل ايه، يلا بينا. تعالوا نجرب السوبر ميتو. اوكي، بقالي سايقها فتره العربيه دي، بقالها معايا فتره كده، اقدر اقول لكم ان التعليق فيها هايل، هو ناشف اكيد، العربيه ناشفه 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 في اقل مطب. حاليا انا حطيتها في المود اللي اسمها دايناميك، اللي هي اعنف مود فيها، واي سمعته ده مطب صغير قوي، بس كل حاجه بتتبالغ جدا. وممكن اقول لكم الحاجه الوحيده اللي ظالمه العربيه، يعني انا اصدق الارقام 190 ويل هورس باور، ويمكن فوق ال 250 نيوتن متر من العزم، لكن اللي ظالمها شويه هو الجير بوكس. واي نعم هو ديول كلتش وكويس جدا، مفيش عندي اي مشاكل فيه، وسريع، ما هواش بطيء، ما هواش زي بتوع الالمان، بس سريع. وكمان عندك البادل شيفترز من هنا، فتقدر على طول تنقل يعني. لكن كان محتاج اللي بيسموه كلوس ريشيو جير بوكس، النسب بتاعت النقلات تبقى اقرب، وهي فيها نقله سبعه كمان، كانت بقت حته ثانيه خالص. ولكن العربية فيها performance يعني على طول. يمكن طبعا اللو الهاي اند العزم والقوة بيضيعوا في الاخر، وموجودين من فوق ال 1900 موجودين بغزارة يعني. ولكن الديفرنشال بتاع العربية دي الامامي حاد جدا جدا يعني، هو حاليا في المود دي يعني من اقل حركه بيوجهك حلو، هو بيلعب دور كبير في التوجيه. اوكي، زي ما انتم عارفين التوجيه في العربيه دي كويس وكله، وان كان في الحته بتاعت البونتو، وعلى فكره عشان تبقوا عارفين توجيه الطلاينه دايما كويس قوي، وكمان الفرامل مع البريك بريفيل اللي احنا كنا بنتكلم فيها بيخلي احساس الفرامل كويس قوي، يديلك ثقه في النفس وانت بتفرمل بالعربيه، وبتعمل داون شيفتس لذيذه، والصوت اللي واصل لي من جوه حلو،
لكن الديفرنشال ده هايل. واللي معمول في العربية التعليق السوست والسسبنشن لا كويسين جدا، حتى لو كانت ناشفة. فالهدف من الكمين كمان انها تبقى ايه، عربية كده رياضية ورشيقة وعارفة اللي بتعمله كويس. وفعلا طبعا في الضريبة بتاعت العنف، يعني ان هو ناشف مفيش شك، لكن الديفرنشال كويس قوي في العربية. وعلى طول سامع الويست جيت بتاعت التيربو، صوتها حلو، زائد ان العربية قعدتها رياضية جدا. انت حاسس ان انت قاعد في كوبيه، هي فعلا كوبيه نظريا، ولكن هي عربية صغيرة بالظبط زي الميني اللي فاتت، لكن دي عشان مسحوبة اكتر. لكن بصوا عليها في الملف، بجد مفيش اندرستير تقريبا، قليل قوي. طبعا لو زودت اكيد حقيقي هيطلع لي، لكن هزود لايه، لقد ايه؟ ما هو في حدود، انت عارف برضو اللي انت بتعمله مفروض. لكن فيها ثقة جامدة جدا في الملفات بالبروفايل بالتعليق او التعديل بتاع السسبنشن. جير بوكس بيتأخر شوية في الداون شيفت، ولكن مفيش شك ان في بيرفورمانس في العربية. وزي ما قلت لكم فعلا اللي ظالمها هو الجير بوكس شوية، النسب اكتر حاجة، ولكن فرامل حلوة جدا وتعليق ناشف جدا. مضطر اثبت كل الكاميرات بمساعدين اكتر عشان ما يقعوش، عشان تعليقها ناشف. نشوف حتة كده، معلش، لا فيها اداء اكيد يعني. وكمان مفروض بتمسك الرفات وبتعمل حاجة زي اللونش، يعني فيها اداء وثبات. العربية معمولة كويس جدا، وكمان فرامل. التوجيه مش زي الالفا البيور، ولكن الديفرنشال الامامي مساعدها جدا في التوجيه، بيخلي التجربة حرشة وحادة جدا. تجربتها حلوة جدا مفيش شك. مفروض الميتو الستوك بتعمل الزيرو المية اللي هي ب 134 حصان و 206 نيوتن، بتعملها في 8.2، بس هي ارقام الطالعينة مش دايما دقيقة، بتبقى دايما اوحش، يعني ممكن تبقى مثلا 9. لو دي نزلت تحت الثمانية، خدوا بالكم هي فرونت ويل درايف، يبقى كويس قوي. انا مش عارف الصراحة، ما جربتش، وهشوف معاكم دلوقتي هيحصل ايه بالظبط. يلا بينا. تعالوا نعمل تجربة التسارع ونشوف هننزل تحت الثمانية، هنشوف العربية هتأدي ازاي. مفروض فيها حاجة زي لونش كنترول، بتدوس جامد برضو على الفرامل برجلك الشمال، والبنزين وبتمسكه وبتمسك الرفات وبتعمل كلتش دامب يعني، بس مش هيبقى أسرع حاجة أكيد. هنشوف. أوكي، درايف في أي حاجة، وحطيتها في دي اللي هي دايناميك، اللي هي بتقفل الثبات على قد ما بتقدر، يعني إي إس سي بيبقى رياضي. تأخرت شوية في الطلعة، تمانية 68، لا مش كويس. هعمل تجربة تانية بدون لونش. زي ما شفتوا الطلعة كانت بطيئة جدا، يمكن كان فيها نص ثانية كاملة هدر، فيدوب كده هنشوف هنعمل ايه. نحطها في مانيول، اوكي مانيول، ونجرب مانيول. يلا بينا. برضو اتأخرت اوي في الطلعة، تمانية 82. كل التأخير جاي من الطلعة، نحاول نتفاداها في آخر مرة. خسارة، زي ما أنا قلت كده الجير بوكس هو اللي ظالم العربية دي. وزي ما شفتوا أرقام التسارع مش كويسة، يعني الطلعة وحشة بشكل من الجير بوكس، بيتأخر بشكل، هو بيمسك العدد لفاته كله، لكن الطلعة فعلا يعني ممكن تكون أكتر من نص ثانية مهدورة فيها. مجرد ما العربية دي بتجري، لا فيها أداء سريع، فأنا مصدق أرقامها، بس زي ما أنا اشتبهت من الأول كده إن اللي ظالمها هو الجير بوكس، محتاج نقلة كمان. وطبعا الديور كلتش يبقى من جيل أحدث شوية، كنت هتلاقوا فرق أداء كبير جدا. لكن مجملا التعليق اللي على العربية إيه؟ التعليق بتاعها معمول كويس جدا جدا، هايل يعني، وفيها تورك أكيد، وكل التوجيه بتاع الفا، والديفرنشال الامامي ما غيرتش رايي فيه، حاد جدا، وبيخلي العربيه تحاول تتدارك الاندرستير بشكل هايل. هي فعلا كمين، لان يعني اوكي انسى الطلعه، من الطلعه من 0 ل 100 او من الثبات، خليها تتحرك قدم وشوف هتعمل ايه. هتلاقيها بتجري كويس، وفوق كمان بتجري كويس، وان كان طبعا العزم والهورس باور بيقل شويه في اخر عدد لفات الموتور كعدد كل المواتير الصغيره. كمين طلياني مفيش شك. ولو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. تشاو.